السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الناس اللي بتسألني على الأجهزة الجديدة اللي بيشتروها وبيبقوا ما عندهمش ظروف إن هم يشتروا ألعاب جديدة، أو مثلا جايب جهاز جديد وناوي إن أنت تبيعه ومحتاج إن أنت تستخدمه فمش عايز تشتري ألعاب. هقول لكم النهاردة طريقتين عشان تشتري بيهم أو عشان تنزل بيهم ألعاب مجانية. الطريقة الأولى اللي هي الألعاب المجانية ألعاب كاملة، والطريقة الثانية اللي هي الألعاب التجريبية أو الإصدار التجريبي. لو ما تعرفش تعمل حساب على البلايستيشن هسيب لك رابط في الوصف. هندخل بقى من الحساب الرئيسي بتاعي وهقول لك إزاي تشتغل على الجهاز. الألعاب دي طبعا أنا منزلها مشتريها، لكن احنا هندخل على الألعاب. هتدخل على الأستور أو المتجر هتلاقي القائمة بالشكل ده. دي القائمة، احنا اللي يهمنا كلمة مجانا او هنخش على الالعاب الكاملة. لو ضغطنا على الالعاب هتجيك القائمة دي. هتضغط على لعب مجاني. هتدخل على اخر القائمة هتلاقي عرض كل الالعاب، هتضغط عليها هتدخلك على الالعاب المجانية، الالعاب الكاملة المجانية. طبعا الالعاب دي ما فيهاش امكانيات كبيرة، لكن تصلح ان انت تلعبها اونلاين او اوفلاين بدون اي مشكلة. ولو حبيت ان انت تنزل اي لعبة من الالعاب دي ما عليك غير انك تضغط على اللعبة وبعد كده تضغط على كلمة تنزيل. دي بالنسبة للألعاب المجانية بالكامل أو اللعبة بتكون كاملة لكن في المتجر مجانية. نيجي بقى للالعاب التانية اللي هي الالعاب الديمو او الاصدارات التجريبية. بتضغط على رجوع وبعد كده بتضغط على رجوع تاني، بتطلعنا للقائمة اللي احنا كنا موجودين عليها، وهتضغط على الاصدارات التجريبية. دي الالعاب التجريبية اللي ممكن لو عجبتك اللعبة، لو جربت الاصدار التجريبي بتاعها وعجبتك اللعبة بتشتريها وبتنزلها كاملة لو حبيت ان انت تشتري اللعبة. لكن هو بيديك فرصة ان انت تجرب اللعبة بشكل مصغر علشان تتأكد من جودة اللعبة، او لو اللعبة عجبتك تشتريها وانت مطمن. كده الفيديو بتاعنا خلص. نتمنى ان احنا نكون افدناكم في الفيديو ده. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو، وطبعا لو ما كنتوش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير.